أسعد الله مساءكم وأهلا وسهلا بكم أعزائي الشعراء الأدباء الفنانين الضيوف من الجليل من عين الأسد من كفر ياسيف طبعا من جوليس ومن قرى الكرمل طبعا أهلا وسهلا بالجميع. انتظرنا قليلا سينضم إلينا إن شاء الله رئيس المجلس ليفتتح هذه الأمسية، ولكن قبل ذلك نحن سنستمع إلى كلمات من المبادرين لإقامة هذه الأمسية. وطبعا المبادر الأول هو المجلس المحلي بالاشتراك مع جمعية ميس للثقافة، ومعنا من جمعية ميس رئيس الجمعية الأستاذ ناصر سمارة، هو نائب رئيس مجلس كفر ياسيف وهو رئيس جمعية ميس، فليتفضل. إداري أكثر من إني كاتب وبسمعكم وبقراكم، فبحس بفخر إني أنا أحكي لكم وأرحب فيكم. إنه من دواعي سرورنا أن يكون لجمعياتنا الثقافية جمعية ميس للثقافة العقلانية شرف المشاركة في هذه الندوة الهامة ضمن شهركم الثقافي، والتي نأمل أن تكون فاتحة لمشاريع مشتركة أكبر مستقبلا بما فيه إمداد لحياتنا الثقافية والتي هي غذاؤنا الروحي الذي يساهم في رقينا كشعب له ميزاته وطاقاته الكامنة التي تمد الأدب والثقافة الإنسانية عامة، وفي إظهار وجهنا الحضاري لننطلق إلى العالم متسلحين بشعراء وأدباء وغيورين من أمثالكم، ونحن ثقة من حسن أدائكم وواسع قلبكم. إخوان جمعية ميس صار لها تقريبا قائمة سنة. جمعية ميس بتصدر مجلة ربع سنوية، قدرنا نصدر لحد إسا العددين الأول والثاني وقريبا سيصدر العدد الثالث، يكتب فيها جزء كبير منكم، وبتأمل إنه كلياتكم تشاركوا في عنا موقع ميس تشاركوا الكتاب، ونحن مستعدين نستقبل أي كتابة وننشرها زي ما هي. وفي النهاية نبارك لعسفيا على هذا النشاط وهذا الصرح، ونرجو لهذا البلد أن يستمر في عطائنا والاستمرار في العمل على نشر الثقافة والوعي الثقافي والاجتماعي. شكرا لكم استضافتكم وطيب إخوتكم. المحلي السيد وجيه تيوف، معنا فنان تشكيلي ابن قرية جوليس، فنان له نشاطات عديدة، ترأس جمعية إبداع عدة مرات، يرسم وينحت منذ مدة طويلة، وقد شارك في معارض محلية ودولية، وحازت أعماله على إعجاب الجمهور والنقاد. يركز اليوم مهرجان النحت على الصخر والخشب في آسفيا، ويحرر زاوية الفنون في مجلة ميس. الفنان جمال حسن، فليتفضل. ما ياخذ رئيس المجلس أنفاسه. شو عم تقول؟
أولا بيسعدني وقفت كبير لإلي شخصيا وإخوة الفنانين التشكيليين اللي عم بني شارك جميعا في هذا الجو الحار، ولكن في كثير من الدفء في نفس الوقت من الإخوة في عسفيا. وبيشرفني أيضا في أجواء من الشكل يكون لمجلس عسفيا رئيس اللي يقدر ما معنى الثقافة من الإنسان، ليس بعمل مقاول خلال أسبوع أو شهر ولا بتعبيد شارع، إنما بناء الإنسان يحتاج إلى مدة طويلة حتى نعرف كيف نجني ثمار هذا الشيء. والحقيقة أنه قلائل جدا في مجتمعنا من يدركون معنى الفن والثقافة والأدب بمفاهيمها وأبعادها الإيجابية. وأنا شخصيا ألازم إخوتي الكتاب والشعراء بجميع شرائح المجتمع في الكثير من الاجتماعات والندوات على مدار سنوات عديدة، حتى نقيم ثقافة أو مشروع ثقافي لا يمكن بمجرد عمل مهرجان نحت ولا ندوة شعرية ولا أن نقوم بتعليم طلابنا في المدارس بعض الأمور. لأجل إقامة مشروع ثقافي شامل وعمومي يجب أن يكون هناك أول شيء حضور بكل معنى الكلمة، حضور دائم بمعنى دائم ومتواصل لحلقات الشعر والأدب والموسيقى والمسرح بجميع أنواعها. وحتى نقيم مشروع ثقافي شامل لابد من جهد ومن تضحيات ومن عطاء. وحتى نقيم مشروع ثقافي شامل أيضا لابد، وهذا أهم، يكون من تواصل تلك الحلقات، حلقات الشعر بحلقات الفن التشكيلي بحلقات الموسيقى والمسرح، ولا يمكن بطر تلك الحلقات عن بعض. وإذا لاحظنا التاريخ بمجموله وخاصة في أوروبا، وسوف لا أعود بالتاريخ إلى الوراء من قبل عصر النهضة إنما من عصر النهضة ولهون، فنرى أن هناك جميع التيارات الفنية والأدبية كانت لها صفة مميزة، من الرينيسانس إلى الباروك إلى الرومانس إلى الانطباعية حتى السريالية. وجميع تلك التيارات كان فيها المعماريون وكان فيها الشعراء وكان فيها الموسيقيون وكان فيها الفنانين التشكيليين كمان. وأنا شخصيا أرى أن إخوتي الشعراء والكتاب والقائمين على الأمور، وبالذات في هذه المرحلة الذي أشد على يده أخي أبو عميد، وأيضا لا أنسى أيضا عميد في هذا الموضوع التي تعمل من وراء الكواليس جاهدة أيضا لإنشاط مثل هذه الأمور، يجب في المستقبل، وأتأمل وأنا واثق من هذا الشيء، إذا داومتم على هذه الأمور وهذه العطاء وهذا البرامج التي تقومونها سوف يكون هناك القاعات مليئة. بالنسبة لإخوتي في ميس وهم أعزائي وزملائي وأنا يوميا في مجالستهم دائما، وعزيزي وأستاذي وأستاذ دربي الشاعر المعروف إبراهيم مالك موجود بيننا، لا يبقى لنا إلا أن نتمنى له الصحة الدائمة وأن يكون بيننا دائما في كل مكان، وهو الذي يغذيني بشكل شخصي دائما ويغذينا جميعا من حوله الكثير الكثير من المعاني الروحانية ومن الفلسفة الحياتية ومن تجربته في هذه الحياة. أشكركم جميعا على هذه الأنسية، وسمعونا تلك اللوحات المسموعة، لأني أنظر أنا في الرسم دائما، الرسمة أو اللوحة هي قصيدة لكن بصرية منسوجة ومسبوكة بالألوان، والقصيدة الشعرية ما هي إلا أيضا لوحة فنية لكن معزوفة بالكلمات. شكرا لكم ويعطيكم العافية. هو تحرير النفس بالاستعارات، هو ترجمة المشاعر أولا وإثارة المشاعر ثانيا. يقول دكتور محمد غنيم هلال في كتابه النقد الأدبي الحديث: إثارة الشعور والإحساس مقدمة في الشعر على إثارة الفكر. وازداد ذلك الفهم للشعر عمقا ووضوحا خاصة في شعر الحداثة، هذا الشعر الذي لا يحدده قانون ولا يكبله قيد ولا يكبحه شرط، ومع ذلك يستطيع المستمعون أن يميزوا بين غثه وسمينه
ويعرف النقاد غربلة جيده من رديئه. وبما أننا لسنا في ندوة نقدية فلن نسهب في ذلك، إنما نرجو أن تستمعوا الليلة وتستمتعوا بالسمين والجيد من الشعر، فمعنا شعراء مجيدون لهم مكانتهم المرموقة في الأدب المحلي، وقد تعدت شهرة بعضهم فدخلت إلى العالم العربي من أوسع الأبواب، بل وصل بعضهم إلى الأدب العالمي أيضا. وقبل أن نحلق مع الحروف والمعاني نقول: كل تحليق بحاجة إلى الطاقة، وكل مبدع بحاجة إلى دعم ليطور إبداعه. وقد حظيت عسفيا برئيس داعم للفن والأدب والثقافة، فقبل أيام احتفلنا بمواهب فنية رائعة لأطفالنا في مهرجان العزف والغناء. وفي هذه الأيام يجري العمل على قدم وساق في مهرجان النحت على الصخر والخشب، وقد شهدت القرية عدة محاضرات هامة ضمن شهر الثقافة والفن. فالكلمة الأولى لداعم الثقافة هي ليست أولى الآن، ولكن الكلمة الرئيسة لداعم الثقافة المبادر لإقامة هذه الأمسية، رئيس المجلس المحلي السيد وجيه كيوف، فليتفضل. أولاً أنا آسف على التأخير. جمعية ميس، الجمعية المشاركة، أعضاء المجلس المحلي، الفنانين، الأخوات، الإخوة، الكتاب، أهل البلد، أهلا وسهلا فيك. في اعتقادي الثقافة هي ليست بنتاج، إنما الثقافة هي سلوكيات. والامتحان إذا كان النتاج يفرض على المجتمع السلوكيات، وأنا حسب رأيي هذا هو سؤال يجب الإجابة عنه. والسؤال الآخر: وضع الأساس في قضية شهر الثقافة هو ليس لعسفيا فقط، بل لمجتمع كبير. ونحن اليوم على مفترق طرق، لا يمكن تغيير تفكير إلا من خلال الوعي الثقافي، ولا يمكن تغيير طريقة عمل ومنهجية قرار إلا بطريق التغيير الفكر والإبداع وإدخال الإبداع الثقافي إلى هذا المجتمع. وكم نحن بحاجة لهذا المثقف أن يقف، إن كان مدرسا أو أبا أو أما أو عاملا في هذا المجتمع، أن يأخذ القرارات بشكل ثقافي لجميع أفراد هذا المجتمع. إننا في مفترق طرق خطير جدا، والقضية هي ليست فقط في البنية التحتية. أعتقد القضية هي أكثر في البنية الفوقية للإنسان. فإذا كانت هذه البنية تأخذ قراراتها حسب منهجية قرار يدخل به الإبداع والثقافة والعلم والمعرفة، أظن نحن في الطريق إلى شاطئ السلام. فالمثقف هو ليس هذا الإنسان الذي حصل على لقب ما وقد شنق شهادته على الحائط، إنما المثقف هو ذلك الإنسان الذي يقوم بتغيير في داخل مجتمعه. فإذا كان لهذا الإنسان القدرة على تغيير ما يجري في هذا المجتمع،
فهو